ام كامل ابن الحاج عبدو مندور. انزل يا آه. بابا بابا يا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا ماب يا عايز ايه؟ عايز ايه؟ بابا انت احنا لسه جايين الفندق وانا بصراحة مش عايز استريح عشان انت راجل عجوز، انا سيبني منك وعايز انط في البسين ده دلوقتي واستحمى وبلبط يا بابا يا بابا شيل الشنطة دي قدامي وهتطلع قدامي دلوقتي حالا فوق على الفندق. احنا مش هنطلع بقول لك يا بابا ولا ما تخافش على البسين ولا يا بابا لا مش هننزل البسين ولا ننزل البحر ولا نركب البالون ولا نركب اليخت ولا نعوم في المايه الا لما كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يعمل ايه. انا عرفت انت عايزهم يعملوا ايه، يعملوا لايك، اعملوا لايك يا شباب بس اللي عاوزنا يا شباب ننزل نبلبط في المايه يعمل لايك. لا لا عارف. انت لسه هتقول لهم يلا واحد حط لايك أيوة. اثنين يلا أيوة. ثلاثة في واحد ما دس لايك اطلع لي اطلع لي اطلع بغرق بغرق يا بابا طب مصلحة بغرق مصلحة يلا بينا خليه يغرق لما تطلع من الغريق قول لي ها يلا تعال. سلام عليكم سلام عليكم استاذ. على فكرة يا استاذ بابا ده معوش فلوس وفقير جدا وجاي الفندق ده عشان يسرقك. معلش ابني عنده تخلف عقلي اطلع هات الشنطة يلا بتاعتك يلا اطلع هات الشنطة ماشي. بتاعتك ماشي حاضر اجيبها يلا. مساء الخير وعليكم السلام وعليكم السلام اتفضل. كنا جايين عندنا حجز في الفندق بتاعكم هنا ممكن توصلنا للاوضه بتاعتنا ولا حاجه ولا تدينا رقمها؟ حضرتك استاذ عبدو مندو؟ ايوه يا باشا انا عبدو مندو. دي بس اكشف عندي هنا في الكمبيوتر. ايوه عبدو مندو ايوه معاك وريني. انت طفل صغير صح عنده تقريبا 3 سنين معايا هو راح فين ولا ولا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا بس هروح اجيبهولك يا ابني خد تعالى يا ابني عشان الراجل يجيب لا 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 الله ولا ممنوع تخش الفندق يلا غير لما البحر البحر يا بابا يا ولد تعالى ولد ولد ما تتعبنيش يا ولد. نعم يا بابا هروحك هوديك لامك طالما بقى توديني لامي خليها نط في البحر. طب تعالى اطلع وانا مش هوديك لامك هخليك تبلبط براحتك تعالى بس نطلع الاوضه بتاعتنا تعال. ماشي خلاص طالما تخلينا بلبط براحتي اجي لك. ماشي يلا يلا يا شباب اللي عاوزه يبلبط في ميه اعمل له لايك حالا بسرعه. تعال هات شيل شنطتك عشان نطلع الاوضه تعال ورايا. اي بقول لك اصبر يا بابا اكيد في ناس هنا خد يا عم الخدام انت يا عم شيل الشنطه يا عم مش علي فوق. بس بقى مالكش دعوه بالناس بتوع الفندق احنا هو احنا الوحيدين اللي هنا يا فندم ولا حاجه وريك كده الكمبيوتر ده فيه في ايه. ايوه ايوه ما تلعبش الكمبيوتر هناك ولا 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 ايه ده ايه ده انت بتعمل ايه يا ابني بتعمل ايه يا عم الحاج انا ما بعملش حاجه انت قلت لي مش عندك كروس فاير هنا على الكمبيوتر يا عم تعالى يا عم عايز العب روبلوكس يا بابا عايز العب روبلوكس روبلوكس عايز العب روبلوكس قدام هنا حاضر شيل شنطتك حاضر تعبنيش انت فين شنطتي انا شنطتي انا فين دي الشنطه اللي كان فيها الفلوس ايوه انا رميتها هناك على السمك لا لا يخرب بيتك بابا يقتلني بابا يقتلني لا بابا يقتلني خد بس تعالى عشان نشوف حل للموضوع ده تعالى بسرعه تعالى نعم تعالى تعالى ورايا لما هو فندم بس هنطلع نريح بس في اوضتنا عشان بس معانا مشكله بسيطه كده تعالى تعال يا ابني اطلع قدامي يا ابني حاسب الراجل ده بعد اذنك يا حاج بعد اذنك ده بقول لك يا عم الحاج هتجيب لي زي ما قلت لك العصير البرتقال وتجيب لي علبه فراوله باللبن كبيره ها عايزه كبيره جدا عشان اقعد اشرب 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 ابويا ما تقلقش ابويا هيدفع لك كل حاجه يا ابني لك 500000 دولار يا ابني رميت الفلوس في البحر يا ابني تعالى يا ابني ما تشيلنيش خلاص انا اسف يا عم وكنسل الاوردر يا عم تعالى جاي لك اهو الاوضه بتاعتنا اهي تعالى خش اترزع جوه اترزع هنا جوه يا بابا الاوضه دي صغيره يا بابا صغيره جدا دي اكبر اوضه في الفندق طيب الله بص الشاشه قد ايه بص الشاشه هنا قد ايه بص الازاز الحلو ده يا ابني معيش فلوس ادفع التكاليف دي كلها يا ابني حرام عليك يا حرام عليك خلاص خلاص انا هقعد هنا ساكت هقعد هنا اهو ساكت تعالى قدامي انزل وريني رميت شنطة الفلوس فين قدامي رميتها في البحر اكيد السمك كلا يا ابني السمك ما باكلش فلوس ما تبصليش البصه دي تعالى انزل ماشي. قدامي يا ابني الطريق مش من هنا يا ابني يا ابني يخرب بيتك يخرب بيتك وديتها فين بص يا بابا انا جيت هنا حلو وركبت اليخت انت عملت ده كله من ورايا قعدت اعمل فين 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 على باب الفندق عشان انا راجل كبير لو نطيت رجليها هتتكسر يخرب بيتك يخرب بيتك والبيت اللي جنب بيتك ايه اللي خلاني جيت معاك يا اخي يا اخي تعالى هنا وريني امشي قدامي امشي قدامي رميتها فين
بص يا بابا، الصراحه انا طلعت فوق البالونه اللي فوق دي وحطيتها فوق. يا ابني لسه الشنطه كانت موجوده هنا قدامي، وديتها فين ما تشلنيش. يا بابا انا سريع يا بابا، انت راجل عجوز، انا سريع عملتها، ما تقلقش. الحمد لله يا رب. يا جدعان تعالى جبالك، الواد ده هيجيب لي شلطه، الواد ده هيجيب لي شلطه. انت فين؟ تعالى تعالى اهو، فين؟ مش شايفني ولا ايه؟ اهو تعالى، هات لي الشنطه بسرعه. انت فين؟ تعالى انا وراك، انا وراك. اطلع ورايا، ما تسمي بالله، عشان هنا انا شفت عفريت من شويه. انت يا ابني لحقت تيجي لحد هنا بالشنطه؟ يا ابني انت كنت واقف هنا في الجو الضلمه ده وشايف عفريت هنا؟ والله ما حد غيره هيجيب لي شلطه، وريني. تعالى اطلع اطلع، بس اوعى تقع، خلي بالك عشان انت بتخاف من ربنا. تعالى ربنا يستر يا ابني، هدوخ يا ابني يا ابني. بص يا بابا، الواد مات. ما تقلقش، ما تقلقش يا عيل بسبع ارواح. انت حطيت الشنطه في البالونه الطايره. اصبر، ارجع 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 ارجع. لا يا ابني، يا ابني الفلوس بتاعتي فوق. ارجع ارجع ماشي، ارجع ماشي. انا هجيب لك في الشنطه. فين الشنطه يا ابني؟ يا حبيب بص يا ابني، هتقع يا ابني، خد. انا رايح فين؟ يا واد ما تقلقش، ما تقلقش يا ابني، يا حبيبي ارجع. لا مش ما تقلقش، ارجع ارجع. ما تخافش يا ابني، ارجع يا ابني، حسب الله. ولا ولا ابني مات، ابني مات، ابني مات. لا يا بابا، يا بابا انا بغرق يا بابا، انا بغرق. خلاص زعل، ابوك هيروح. انت ما بتعرفش تقوم؟ طب الفلوس ولا ابني؟ فلوس ولا ابني؟ يلا يا شباب اختاروا يا شباب. لو عايزين نروح اخد الفلوس اعملوا اشتراك، لو عايزين انقذ ابني اعملوا لايك. بيموت يا جدعان، بيموت. انا جاي لك يا زكوات، غويطه هنا، الدنيا غويطه هنا. تعالى هلا، تعالى اتشعبط على كتفي، تعالى يلا ورايا ورايا، يلا ورايا، اخلص. تعالى تعالى، خلاص لعبت هنا خسيسه، ما تعملش نفسك غريب. لا ما تفكرش في اللي انت بتفكر فيه، ما تفكرش، ما تفكر يا ابني، ما تفكرش. تعال بس وريني فين الفلوس، وريني شنطة الفلوس. مش شنطة الفلوس دي اللي انت كنت حاطط معاها البيض والجبنة اللي هناكلهم؟ ايوه. انت كمان رميت الاكل بتاعنا؟ لا، كان في كلب جعان حملت له بيضتين. مفيش كلاب في الفندق ده، الفندق ده 10 نجوم، مفيش كلاب. اسال اسال عم الحاج ده، عم سكيورتي ده، راجل سكيورتي ده، بص كده على ظهره. اه سكيورتي. ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ ما شفت الشنطه فيها مليون دولار هنا يا حاج؟ وبعدين انا سمعت منك كلمه كده ما عجبتنيش. انا مش سكيورتي، انا قرصان من قراصنه البحر. يا اسطى ده بيقول لي قرصان من قراصنه البحر. يا ابني يا حبيبي، فين شنطه الفلوس يا ابني؟ يا ابني فين؟ خلاص سيبك منها بقى، تعالى ورايا، تعالى ماشي، انا اجيبها لك. تعالى وريني. شم شم شم. اف، انا مش شايف اي حاجه غير ريحه الكادلس بتاعك. ما انا قلت كده برضه، انت لازم تغير البامبرز عشان افتكر، لازم. يا حول الله يا رب، يا حول الله. يا ابني هتجيب لي جلطه يا ابني، هتشيلها لي يا ابني، هجيبها لك والله. تعالى تعالى وريني، فين؟ يلا. هي كانت اخر مره في الفندق. ايه ده؟ بعد كده واحد جه قال لي اهي اهي اهي. لا مؤاخذه يا ريس، لا مؤاخذه يا ريس، الشنطه دي تبع يا ريس، لا مؤاخذه، بعد اذنك يا ريس، بعد اذنك يا حبيبي. تعالى يا ابني قدامي يا ابني، فوق يا ابني، تعالى تعالى اطلع. ولا اقول لك لا مش هديلك تطلع تشيلها؟ هطلع انا اشيلها بنفسي. لا انا اشيلها، لا يا بابا انا اشيلها. انا خلاص بابا. خد شيل عن ابوك شويه، خد شيل اهي. يلا اطلع جدع جدع، راجل عجوز يا بابا يعني. اوضتنا هي على اليمين اهي. ولا 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 يا ابني، هو اعمل فيك ايه يا ابني؟ اطخك بالنار، اطخك بالنار. ولا 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 مش قادر اجري وراه يا جدعان، مش قادر اجري وراه. الواد خدها وجري، خدها وجري. طب يا محمود يا ابني، يا محمود يا حبيبي. بابا 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 انت فين؟ عايز ايه يا ابني؟ عايز ايه يا حبيبي؟ انا وراك يا ابني، يا ابني روح هات الشنطه. اتحداك يا بابا تجيب الشنطه اللي فيها الفلوس. عايز ايه؟ تتحداني في ايه؟ تجيب الشنطه اللي فيها الفلوس. انت مخبيها بس يعني؟ بس عارف هنلعب لعبه انا وانت، وهي لعبه الغميضة. لا زي ما انت شايف، لازم تفوز عليا 3 محاولات عشان اقدر اجيب لك الشنطه. ما فزتش عليا يا بابا يبقى راحت عليك الشنطه، واقعد اجيب بيها ايه؟ شوكولاتات، واجيب بيها حاجات حلوه، واكل الناس دي كلها. انت يا ابني يا حبيبي هتتحدى ابوك في لعبه الغميضة؟ ده انا اللي معلمها لك يا ابني يا حبيبي. تعالى لي يا بابا، تعالى لي. طيب ماشي، انا لو جبتك هتديني شنطه الفلوس 3 مرات. 3 مرات؟ ده انت عيل نصاب. ماشي ماشي يا ابني حبيبي، روح يلا استخبى. قول خلاويص يلا هنا. يلا اروح فين انا؟ اقول خلاويص فين؟ هنا هنا. يلا خلاويص خلاويص.
خلاص اجيب البوليس. استخبيت؟ تعال بقى يا ابن حبيبي، لو قفشتك هموتك. انت فين؟ ايه ده وقت اللي ممشيك في نص الجزيره؟ لا 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 ده انت بعيد عني قوي قوي قوي. انا هو مكان ابني هفكر مكانه. الواد ده كان نفسه يطلع اليخت صح؟ تعال يا شباب نطلع كده اليخت ونبص بص على الواد ده، ممكن اللي قاعد في حته هنا في اليخت. استنوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنا، مش هنا. طيب ريحه الكادلس بتاعه مش لقيتها. انت بعيد عني قوي يا بابا، بعيد قوي قوي قوي. انت فين يا ولدي؟ اديني هنا. انا في مكان كله الوان، في مكان جميل والعيشه فيه بريه جدا جدا جدا. حاسس ان انا طاير وفي نفس الوقت عايم. عايش في مكان فيه صبيان وبنات. ايوه بص بص يا شباب مستخبي فين، بص يا شباب مستخبي فين، قاعد جوه هنا. طيب بيو اطلع يا واد، اطلع من البلقه. شكرا شكرا. عادي يا حبيبي اول مره مسكتك اهو، يلا وريني تاني مرة هتستخبالي فين المرة دي. يلا لا المرة دي يا بابا بخليك انت اللي تستخبى. خد 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 ايه خد تعال خد. شكرا يا حبيبي شكرا، خدتها تمام. استخبى يلا استخبى. انا استخبيت اهو، يلا روح خلاويس. لسه اجيب محمود البومبرز. لسه خلاويس. لسه اجيب محمود ابو كادلس. خلاص انا مش عارف ايه بابا المعفن اللي ما بيجيبليش بامبرز ده، بس ماشي. يا ابني انت مخلص لي فلوسي كلها على البامبرز يا ابني. يا ابني انت هنا يا بابا ولا هنا؟ متخبي فين ورا شجره؟ بصوا انا عارف بابا ريحته عامله ازاي، ريحته شبه التلفزيون القديم. انا ريحته 100% هيكون قريب مني هنا. طيب يا ابني يا حبيبي انا في الفندق، يلا سهلتها لك. في الفندق عشان مفيش يوم مطلعوش تاني من الفندق. يلا انت ده بابا. ايه ده ايه ده؟ انت قتلت حد ياض؟ ما اعرفش افتكرته انت. انت ده يا بابا ولا انت بتقتل الناس تحت؟ يلا ولا انت حد من اللي شغالين؟ ماشي ماشي حاضر. ولا مش عايزين البوليس يجي ياخدنا انت هنا؟ يخرب بيتك ولا. طب حوار بارد نار يا بابا، سهلها عليا شويه. حاسك هنا مش شامم ريحه التلفزيون القديم. انا شامم ريحتك يا بابا. هل انت هنا ولا هنا؟ لا ولا لا انت انا مش وين؟ هنا انا مش هنا انا مش هنا. شامم ريحتك هنا انا. لا انا مش هنا. هنا اكسر الازاز عشان تقول انت بتقول. كفايه يا ابني انا واقف قدامك. خلاص خلاص استنى استنى. اصبر شامم ريحه من هنا. اصبر ده بتخربني ليه؟ ده انا ابوك، ده انا ابوك. والله مين ايه ده؟ انا انا محمود يا ابني. الحق يلا في واحده ميته هنا. يلا ايه ده؟ مش انا مش انا مش انت. ايه ده يخرب بيتك؟ مدير الفندق. هرك اسمي هرس. خد ايه ده؟ لقيت معايا علبه كنز. كنز مين يا ابني؟ ده علبة اسعافات اولية. ودلوقتي انا بقيت صاحب الفندق الجميل ده، واللي عايز يخش عندي اي اوضة بربع جنيه. يلا وخلي الغلابة تلاقي عندها غرف نوم. بقولك ايه، فاضل لنا تحديين، روح استخبى عشان اجيبك دلوقتي وتديني شنطة فلوسي ونروح من هنا. مفيهاش بحر ولا بسين النهاردة. يلا روح. خلاويص خلاويص خلاويص. خلاص خلاص. بقول لك ايه يا حاج انت بقى ايه يا عم؟ ما تخافش، ما شفتش الواد ابني ولا انت شفت الواد ابني؟ راح فين الواد المعتوه ده؟ ماشي تعالى شباب نروح كده ندور عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الواد ده اخر مره شفته كان ماشي في الاتجاه ده. ماشي هو ممكن يكون دخل الفناره ديت تفتكروا؟ هو بيحب الحاجات العاليه عشان عارف ان انا بخاف منها. بقى ايه ده؟ انا طلعت كده فوق. ايه ده لسه في دور عالي؟ لسه في دور عالي. دقوا الشماسي دقوا الشماسي تيو تيو تيو. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي ماسي ماسي. الواد ده هنا، الواد ده في الحتة دي. انا في مكان كله يخت في يخت. ايوه وقاعد بسوق اليخت. ايوه وعيني نيني عيني نيني. انت في اليخت؟ فين بقى الواد ده؟ فين بقى الواد ده؟ ولا
ولا بدر بدر بلولو بلولو الواد ده بيقوم ولا انا علي انا شايفك دلوقتي قاعد بتتمشى بجنب فسينة اللي مشاك من فسينة انا رحت لليخت استنى في يخت هنا ولا لا ده يخت صغير انا في يخت كبير الله طب ما هو ده اكبر يخت يا ابني هو هنا يا شباب هو هنا استنوا بس كده ني 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 ولا اظهر يالا اظهر يالا عملت ايه لا عملت ايه ظهرت اهو والله ايوه خفت نفسي تاني سكن جنبي سكن جنبي يلا بابا غلب حمارك لا لا خلاص غلب حمارك عد لغايه ثلاثة لو ما فشتنيش هظهر واحد اثنين ثلاثة بص وراك فوق وي ايه انا طالع لك الله انا طالع لك ايه ده راح فين كان هنا ايه اتحرك من مكانه ماشي لو انا مكانه هنط اهو 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 خد يلا خد يلا خد يلا تعال تعال هو راح فين دخل كده خد يلا خد يلا خد يلا يا ابن اللذينة او جبتك يلا فاضل لك محاوله يلا قدامي انت ده لا ده راجل عجوز ده يلا يا حبيبي انا هستخبى ايه اللي جايبك هنا يا عم الحاج يا ابني انت بطل بقى تعذيب في الناس يا ابني حرام عليك يا ابني سيبك يا ابني من ال بي سي دولت روح بس الفندق كده وانا هقول خلاويس يلا روح يلا روح اتحداك انا اللي استخبى ولا انت لا انا اللي هستخبى واتحداك تجيبني يلا ماشي يلا, يلا. خلاويس خلاص ايه ده خلاص بسرعه دي يلا تي تي تعال اجي فين تعال. تعال يا حبيب تعال انا واقف لك اهوت عند دق الشمسي دق الله ده شبشب ده شبشب والله شبشب البس شبشب لقيت شبشب ماشي يا شبشب ده هاته معاك عشان دق الشماسي دق الشماسي ايه ده دق الشماسي ده ده بيفهم ولا ايه ده بيفهم ولا ايه دق الشماسي لا دق الشماسي مش عارف ليه حاسك هنا كده ولد 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 هطلع هنا واعمل نداء عاجل نداء عاجل الى جميع سكان البحار معكم القرصان ام كامل ابن الحاج عبد منظور انزل يا ولد فين شنطة الفلوس شنطة الفلوس فين خلاص خلاص تعال خلاص هقول لك على مكانك تعال تعال هات لي شنطة الفلوس يلا بينا نروح لامك يلا تعال تعال يلا بص ايه انت هتمشي طوالي ماشي يمين في شمال هتلاقي شنطة فلوس مشيت طوالي يمين يمين في شمال في شمال لا في شمال جوه البيت ده شمال لقيتها كان مخبيها في الكوخ ده يلا بينا قدام على البيت كده تعال نروح ناخد الشنطة اللي هناك يلا بينا كل الناس الشباب اللي شافت لحد هنا اتأكد انها عملت لايك ايه ده الشنطة راحت فين شنطة ولا ولا يا جدعان هو ده هيشلني يا جدعان ايه واحد اتنين تلاتة وي كده كده طب قول لي بقى احنا هنروح ازاي اسيبك هنا في الفندق بص انت روح زي ما جيت بقول لك ايه بقول لك ايه خد بس عليك. خد بس خد 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 مكتوب هنا نوع ايه مكتوب انه ممنوع ايه تفتكر ليه ممنوع السباحة ليه ممكن يكون في سمك قرش انزل كده شوف انزل شوف ممكن تلاقي سمكة ولا حاجة وي سمكة قرش سمكة خلي بالك قرش خلي بالك سمكة قرش اهي اهي فين اهي شكرا كده الشباب يبقى خلصت حلقة النهاردة انا اتخلصت من ابني الجميل اللطيف البشع اشوفكم يا شباب في حلقة جديدة ان شاء الله اتمنى تكونوا عملتوا بلايك ودخلتم عند قناة ام كامل اللي هو ابني دوت اللي كان بيلعب معايا حالا وشفت اخر فيديو عنده عملتوا له لايك واشتركتوا عنده في القناة اشوفكم يا شباب في الحلقة الجديدة عايز ايه سلاموز بالمانجا والقشطة والموز